بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فهذا نزول
مطلق في جميع ليلة النصف من شعبان. أما بالنسبة للنزول كل ليلة فهو مقيد بالثلث الأخير من الليل كما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. حين يبقى ثلث الليل الآخر والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، فكما أن بدخول الفجر يبدأ اليوم، كذلك بدخول المغرب غروب الشمس يبدأ الليل. لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بغروب الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. يبقى انتهاء الليل تنتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ فبطلوع الفجر تنتهي الليل، هذا شرع، وبطلوع الشمس ينتهي الليل الفلكي. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من استفهامية للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهل استفهامية والغرض منها التشويق. ويدعوني أن يقول يا رب فأستجيب له بالنصر، لأنها جواب طلب. فأستجيب، الفاء هنا سببية تنصب الفعل المضارع لأنها مسبوقة بطلب. من يدعوني فأستجيب له، فالطلب هنا نوع استفهام، وتكون الفاء هنا سببية ناصبة للفعل المضارع. من يدعوني فأستجيب له. من يسألني، يعني يسألني الجنة. من يستغفرني، يعني يطلب مني المغفرة، فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له. والمغفرة بمعنى ستر الذنب والتجاوز عنه. لهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المقصود بالنزول هنا هو نزول الله تعالى نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل أضيف إليه، يعني ينزل ربنا فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم نجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. ده تحريف الحديث. واضطر أهل العلم من أهل السنة أن يقولوا ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى لكي يؤكدوا نزوله تعالى ويرد على هؤلاء المبتدعة الذين حرفوا النصوص من أجل بدعهم التي ابتدعوها من عقولهم. يعني دي بدعة عقلية، قالوا مثلا يستحيل في حق الله كذا وكذا وكذا بالعقل. فلما جاء هذا العقل الذي أصلوه من عندهم يصادم النصوص الشرعية، ماذا يفعلون؟ بدلا من ان يخضعوا العقل نصوص الشرع، اذا بهم يحرفون هذه النصوص لتوافق قواعدهم العظيمه. وهذا منهج باطل منحرف، بل الواجب هو اتباع النصوص كما امرنا بذلك في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يدل على ان هذا الكلام باطل، مثلا من قال ينزل ربنا قال ينزل ملك، نقول له من الحديث هل الملك
يقول من يدعوني فاستجيب له، ترد عليه من الحديث نفسه. يعني انتم تقولون ينزل ملك، طب هل الملك يدعو الناس اليه؟ يعني يشرك بالله تعالى شريك مع الله تعالى يقول لهم من يدعوني فاستجيب له؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول من يدعوني فاستجيب له؟ ملك ام رب الملك؟ الله سبحانه وتعالى. ولو قالوا امر الله رحمه الله، فهل هذه ستقول من يدعوني فاستجيب له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ هذا كلام باطل. يقول هذا باطل، فان نزول امر الله دائما وابدا، ولا يختص نزوله في الثلث الاخير من الليل. الله تعالى يدبر الامر، تدبير الأمر سبحانه وتعالى. هذا التدبير في كل آن وليس في الثلث الأخير من الليل. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني في لمح البصر. ثم يعرج إليه يعني في لمح البصر، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله تعالى في لمح البصر. وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فسبحان الله، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله، وهي من آثار رحمته، وهي تترى يعني متتابعة في كل وقت. ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم نقول لمن قال إنه ملك، هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فاستجيب له؟ فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. ووالله ليسوا أعلم بالله من رسول الله، وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله، وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. فنقول هذا جدال بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول، فهو عز وجل قادر سبحانه وتعالى على كل ذلك، وقادر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه وصف الكمال، ولا يشبه أحد من الأنام. قال سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء، أن تعلم له سميا. فهم أوتوا من أقيستهم العقلية الفاسدة، فيقول لك طيب ينزل، إذا ينزل فأين علوه؟ وأين استواءه على عرش؟ فالله تعالى قادر على أن ينزل دون أن يخلو منه العرش، وينزل وهو في علوه، كما أنه قريب من عباده في علوه سبحانه وتعالى. فنقول هذا جدال بالباطل، ليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، يعني ما ورد كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أحد من الصحابة أنه تكلم في هذه المسائل، رضوان الله عليهم جميعا، وإنما آمنوا بها كما جاءت دون كيف، مع اعتقاد التنزيل لله تعالى.
وأنتم أيها الخالفون المخالفون. الخالفون يعني من خالفوا سلفهم، لكن بشرط تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه. أما العلو فنقول ينزل، لكنه عال عز وجل على فرعه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقل سبحانه وتعالى وأن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقات. يعني إذا كانت السماوات السبع هذه اللي بين كل سماء وسماء 500 عام، بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة من حديد في أرض فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فربنا سبحانه وتعالى لا تقل سماء ولا تظله بقية السماوات، ففي السماء تحمله ولا العرش يحمله عز وجل، بل هو فوقه سبحانه وتعالى مستغن عنه. فالعرش في لغة العرب معنى سرير الملك، واستوى عليه يعني جلس عليه. فالله سبحانه وتعالى على وارتفع فوق عرشه، لأنه غير محتاج لهذا العرش سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا خلق من خلقه تبارك وتعالى. والله تعالى متصف بكل كمال، لا يصيب عياء ولا ضعف، بل هو القوي المتين عز وجل. يقول فنقول وينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل، لأن صفة العلو صفة ذات. أما الاستواء على العرش صفة فعل، استوى على عرش يعني يعلو وارتفع عليه سبحانه وتعالى إذا شاء، ليس فهو فعل ليس من صفات الذات. وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان علماء أهل السنة لم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية إنه لا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق. وهذه قاعدة مهمة في الإيمان بصفات الله، لا تقاس صفات الله بصفات الخلق. فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامها، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك. وعقولنا أقصى وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل، ذا قول لأنه لا يخلو منه العرش، هذا هو الصحيح سبحانه وتعالى في حق الله. والقول الثاني التوقف، يعني نقول لا نقول يخلو أو لا يخلو. والثالث أنه يخلو منه العرش. وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا. إيه بقى؟ طبعا الأرض كروية الشكل ده إجماع، إجماع العلماء حكاه ابن تيمية رحمه الله. طيب الأرض كروية يعني لو نصف الأرض فيها شمس يبقى النصف الآخر مين؟ وهكذا. فهنا أوردوا إشكال، كيف ينزل في ثلث الليل؟ وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ذهب إلى أوروبا وما غربها،
فيكون نازلا دائما. فمن يعني هنا ليه ايوه يعني هتلاقي فرق بين كل دوله ودوله ساعه ساعتين وهكذا. طيب فبيقولون اذا هو ينزل ايه ابدا ابدا. فنقول امن اولا بان الله ينزل في هذا الوقت المعين. هو طبعا مش موجود كده عشان كده بيحرفها، لكن نقول له امن اولا لان الله ينزل حقيقه على ما يليق بكمال وجلاله، وينزل في هذا الوقت المعين. اذا امنت ليس عليك شيء، ليس عليك وشيء وراء ذلك. يعني ايه؟ انت مش مكلف ايمانيا ان انت تبحث عن كيفيه ذلك، انما انت مكلف ايمانيا ان تفوض كيفيه الصفه لله تعالى، فتقول الله اعلم بالكيف. لا تقل كيف وكيف، بل قل اذا كان ثلث الليل في السعوديه فالله نازل، واذا كان في امريكا ثلث الليل يكون نزول الله ايضا، واذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. قل نؤمن به الكيفيه الله اعلم، لكن نؤمن بذلك. ثلث الليل في امريكا ينزل الله تعالى، ثلث الليل في السعوديه في مصر في غيرها من الدول ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا موقفنا ان نقول انا نؤمن بما وصل الينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر من الليل، ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. من فوائد هذا الحديث اولا اثبات العلو لله تعالى، وهذا نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فينزل ينزل من علو. ثانيا اثبات الافعال الاختياريه في حق الله تعالى، والفعل الاختياري من الصفات الفعليه، ويفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يعني ينزل اذا شاء. ثالثا اثبات القول لله تعالى من قوله يقول، اثبات القول. رابعا اثبات الكرم لله عز وجل، هذا مفهوم من قوله سبحانه وتعالى من يدعو بي فاجيبه. وفيه من الناحيه المسلكيه الايمانيه انه ينبغي للانسان ان يغتنم هذا الجزء من الليل، فيسال الله عز وجل ويدعوه ويستغفره، ما دام الرب سبحانه يقول من يدعوني من يستغفرني، ومن استفهاميه للتشويق، فينبغي لنا ان نستغل هذه الفرصه، لانه ليس لك من العمر الا ما امضيته من في طاعه الله، وستمر بك الايام، اذا نزل بك الموت فكانك ولدت تلك الساعه، وكل ما مضى ليس بشيء. هذه الحقيقه، هذه الحقيقه التي ينبغي ان نوقن بها، ولا ينفع الانسان ولن يكون معه الا عمل الصالح فقط، وهذا هو الذي ينتفع به من الدنيا، وما سوى ذلك فانه سيحاسب عليه. هذا بالنسبه للحديث في اثبات صفه النزول لله تعالى، فنحن نؤمن بهذه الصفه لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلتي، الحديث متفق عليه. لله، اللام هنا لام الابتداء عشان كده مفتوحة، اللام هنا لام الابتداء، الله مبتدأ. أشد فرحا، أشد خبر المبتدأ، فرحا تمييز،
أشد فرحا بتوبة عبده، أي إذا تاب ورجع إلى الله تعالى. إكمال الحديث، ويعني لما ده يعني اختصار للحديث أو استشهاد من الحديث للجزء الذي تريد، لما يكون حديث وأنت عايز تاخد منه جزئية معينة استشهد بيها، فتقوم جاي حاطط نقط وقافل علامة التنصيص وتقول الحديث، فيفهم القارئ أنك هنا اختصرت من الحديث ما تريد. والحديث له كمالة، والحديث أي أكمل الحديث. والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلة، الراحلة هي الناقة المعدة للسفر، يكون عليها زاد المسافر من ماء وطعام، عليها طعام وشراب، فضلت عنه، يعني ضلت عنه يعني في الصحراء، شردت منه في الصحراء، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ضل منها في فلاة لا زرع فيها ولا ماء، إذن فهو ميت، فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، لا طعام ولا شراب. فبينا هو كذلك، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، يعني ايه؟ استيقظ على ناقته مربوطة بالشجرة. ما فرح هذا العبد الذي طمع في الحياة مرة أخرى بعد أن يأس منها؟ مشعور، ما فرح؟ يقول لا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك بخطام الناقة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي، خطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتصرف في الكلام، والخطأ ده من موانع التكفير، يعني هنا يقول اللهم أنت عبدي، ده كلام ايه؟ كلام كفر. طب لماذا لم يكفر هذا الانسان؟ لانه ايه؟ فلو خطا ما قصد. القصد من الشروط في التكفير. طب ايه موانع من موانع التكفير عكسها؟ اللي هو ايه؟ الخطا. لم يملك كيف يتصرف في الكلام. فانظر الى فرحه هذا العبد، الله أشد فرحا منه بتوبة عبده. إذا تاب العبد إلى ربه من هذا الرجل برحلته، وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن نفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته الإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له توبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث أثبات صفة الفرح لله تعالى، أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد حقيقة. نثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، وفرحه تعالى ليس بفرحه، لما فرحه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فنقول إنه فرح حقيقي وأشد فرحا، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. الفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء. لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح، يا
يتعلقوا بجمال وكمال وجلال الله تعالى مثل بقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات لا تماثل ذواتنا، كذلك له صفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما ذات سبحانه وتعالى تشبه ذواتنا، كذلك صفات لا تشبه صفاتنا. فنؤمن بأن الله تعالى له فرح، كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام. ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب، أهل التحريف، حرفوا الفرح هنا بالثواب، فقالوا المراد بالفرح الثواب، لأنهم يقولون الله لا يفرح، والمراد بفرحه إثابته الدائمة أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه الثواب، يعني الثواب ده بيقول إيه؟ ده مخلوق، ويثبتون الإرادة، فيقولون بالفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكننا لا نماثل، كما أن مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى ده علم إيه؟ علم يدل على الذات، والله سبحانه وتعالى هو نفسه حقيقة. يعني لو أنت اسمك محمد، محمد ده غيرك ولا هو نفسك؟ هو نفسك، بس ده علم يدل عليك. ففلان الفلاني اللي بالشكل الفلاني معروف بين الناس علامة تميزه ابن اسمه كذا، لكن اسمك مش غيرك، ده اسمك هو نفسك واسمك لك. ولذلك فالاسم المسمى له سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا نرد عليهم عن اشاعره مثلا الذين يثبتون سبع صفات لله تعالى بقاعدتين، فيقولون هذه الصفات لله تعالى على ما يليق بكماله، وهذه الصفات مشتركة منها مع صفات الإنسان فعلى ما تليق بحال الإنسان. يعني يقول مثلا يثبتون لله تعالى صفة السمع، طب ما الإنسان له صفة السمع، فأقول لك صفة السمع على ما يليق بكمال الله، طب صفة السمع الإنسان على ما يليق بضعف، طب ما تخلق قاعدة ترضية في كل صفات الله تعالى، كل صفات ربنا تبارك وتعالى اجعل القاعدة دي ترضية. قول يبقى فرح الله ليس كفرحنا، نزول الله ليس كنزولنا، يد الله ليست كأيدينا، وهكذا. يبقى اجعل القاعدة دي ترضية في كل الصفات، اشمعنى أثبتها في سبع صفات ونفتها في وهونت وحرفت في بقية صفات الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة. هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم. يعني عبد هابط من عبد من ربي سبحانه وتعالى، هربان من ربي إلى معصية الله تبارك وتعالى، أول ما يرجع العبد إلى الله تعالى يفرح الله عز وجل بتوبته فرحا عظيما سبحانه وتعالى. وفي هذا حث عظيم للعباد على الرجوع والتوبة إلى الله تعالى، فروا إلى الله، الله تعالى يفر منه إليه سبحانه وتعالى.
يعني فر من معصيته إلى طاعته، ومن الشرك إلى توحيده، ومن الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ما فحش من الذنوب كالزنا والضواط وغير ذلك، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الإسلام. وكان الرجل إذا أسلم وتحته مثلا امرأة أبيه فإنه يجب عليه أن يفارقها. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، المقصود بها الواط. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله تعالى في أنفسهم، ذكروا عظمته، وذكروا عقابه، وذكروا ثوابه للتائبين. ذكروا الله يعني ذكروا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم معظمين له عند فعل المعصية والهم بها فتركوه، أو ذكروا الله ذكروا المقام بين يديه يوم القيامة فخافوا الله تبارك وتعالى فتركوا الذنب، فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا ما فعلوا لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فغفر لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. وفي هذا أيضا دليل على عدم التيئيس والتقنيط للناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من دعوتهم بالاستبشار والترغيب، وأن يستبشروا برحمة الله سبحانه وتعالى، أن يئس الناس من رحمة ربنا ولا تقنطوا، وإنما دائما نجعلهم يطمعون في رحمة الله واسعة، نذكرهم برحمة الله واسعة، ولا بأس من أن يشوف الترغيب نوع من الترغيب، ولكن يختلف باختلاف الأشخاص. في إنسان دعوته الترغيب، في إنسان دعوته الترهيب، لكن لا ينبغي أن يكون الترهيب يوصل العبد إلى درجة اليأس، إلى درجة اليأس كالخوارج الذين يعني أعملوا نصوص الوعيد لدرجة القنوط، فقنطوا الناس من رحمة الله، كفروهم. وإنما ينبغي أننا نفهم نوعية المدعوين، وندعو كل مدعو بالأسلوب الذي ينفعه. وينبغي أيضا أن نلتزم في الدعوة بالنصوص، يعني ما يجيش أقول مثلا لا الناس دلوقتي محتاجين ترهيب شديد، لا مش أنت اللي كده، مش أنت اللي تقول كده، وبالتالي خلي دعوتك انك انت توصل الناس كانهم خلاص هيروحوا النار، وتطلع الناس من الخطبه خلاص رايحين نار جهنم. لا، انما انت ملتزم بالشرع في كيفيه الدعوه. استجابوا ام لم يستجيبوا ليس عليك، انما انت في دعوتك تلتزم بالادله الشرعيه، هذا ما امرت به شرع، ليس عليك هداهم. لكن ما تجيش تقول لا ده فلان ده مش هيجي الا لما كانوا بالطريقه الفلانيه، ده ممكن تيأسوا برحمه الله، ده ممكن توقعوا في الكفر، ده دي الطريقه. انما التزم بطريقه القران والسنه التي يعني التي امرنا ان ندعو الناس بها. واذا نظرت
في اسلوب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه لوجدت العجب ولوجدت الرحمة العظيمة من صلوات الله وسلامه عليه في دعوة الناس. التوبة لها شروط خمسة. الأول الإخلاص لله تعالى، لازم التوبة لله، ليس رياء ولا سمعة ولا طلب لجاه ولا لمقصد من مقاصد الدنيا. وكذا أيضا ليس مثلا حمية، حمية يعني حمية، يعني واحد مثلا مريض ويتناول نوع من المحرمات، فالدكتور قال له ان انت كده الحاجة دي لو استمرت عليها انت هيصيبك كذا وكذا وكذا، فتركها. تركها هنا ايه؟ خشية المرض او زيادة المرض، لم يتركها لله تعالى، هذا غير مقيم. انما يجب ان تتوب لله اخلاصا لله سبحانه وتعالى. فان تبت لله سبحانه وتعالى ومع ذلك اردت شيئا من الدنيا، يعني مثلا ان يعني بسبب التوبه ان الله سبحانه وتعالى يشفيك او يعافيك، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لكن لا تتوب وتريد مقصدا من مقاصد الدنيا. انما تعلم انك ان تبت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى اتاك الله الدنيا والاخره. الثاني الندم على المعصية، الندم على المعصية. الثالث الإقلاع عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة، الإقلاع عن المعصية. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة من حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه، في حقوق تستطيع ردها فلا بد ان تردها بشرط الا ترتب على هذا الرد مفسده اكبر، ترد باي وسيله من الوسائل. طيب اذا كانت تتعلق بعرض فمثل هذا يكون بالتوبه الى الله والاستغفار لهذا الانسان والدعاء له والاحسان اليه حتى ترى انك قد يعني جازيته او انك كفرت عن ذنبك الذي ارتكبته تجاهه. يعني مثلا كهيلة، في واحد اغتبته فتروح تقول له سامحني انا اتكلمت عليك، في انسان ممكن يقبل منك ذلك، في انسان ما يقبلش منك ذلك، فاذا علمت انه سيقبل منك ذلك فعند ذلك ايه؟ يعني استسمحه. طيب إذا علمت أنه قد يأتي بمفسدة أكبر فاكتفي بالدعاء والإحسان له، وكما ذكرته بالسوء في مجلس فاذكره بالخير في هذا المجلس أو في مجلس آخر. الرابع العزم على ألا تعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت قبل، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال الله تعالى ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والناس حينئذ يؤمنون، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك لا ينفع لا تنفع التوبة إذا نزل عذاب عام، إذا نزل عذاب عام لا تنفع التوبة. يعني نزل عذاب عام، نزل عذاب عام للناس، زي مثلا كالعذاب الذي اخذ الله به امم مكذبه، فهؤلاء ان تابوا ورجعوا الى الله تعالى ساءت نزول العذاب لا ينفعهم ذلك. هذه خمسه شروط اذا تمت صحه التوبه.
ولكن هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ هذا فيه خلاف. والصحيح أنه ليس بشرط. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون الإنسان له أكثر من ذنب. هل تصح التوبة من ذنب دون ذنب؟ نعم. يعني لو له مثلا إنسان، إنسان يزني ويدخن، فتاب من الزنا لكنه لم يتب من التدخين، فهل تصح توبته في ذنب الزنا أم أن توبته لا بد وأن يتوب من جميع الذنوب حتى تكون مقبولة؟ الصحيح أنه تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق. طبعا هذا يرجع طبعا سبحان الله يعني تقرير الشرع من مقاصد الشريعة. هنفترض لو في إنسان قدامك بهذا الشكل، إنسان يزني ويدخن، لو أنت نجحت أن تجعله يتوب من الزنا ثم بقي على التدخين فأنت قدمت شرعا وفساده في الأرض. ويرجى أنه يترك هذا الذنب اللي هو إيه؟ التدخين. يقول: فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر صحت توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق لأنه مصر على بعض المعاصي. رجل تمت الشروط في حقه وعاد إلى الذنب مرة أخرى فلا تنتقد توبته الأولى لأنه عزم على أن لا يعود، ولكن سولت له نفسه فعاد، إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية وهكذا، كلما أذنب يتوب ويرجع إلى الله تعالى، والله تعالى فضله واسع وعظيم سبحانه وتعالى. الإنسان لا يمل من التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان إذا تاب بشروط التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى في نفس الذنب أو في غيره فإنه يتوب إلى الله تعالى أيضا، ويحذر من وساوس الشيطان ومداخله في أنه ييأس من التوبة ويقول له لا وأنت في كل مرة ترجع إلى آخر ذلك. كل ذلك من تلبيس إبليس في توبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. بل يتوب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى كلما أذنب أحدث توبة، والله سبحانه وتعالى يعلم عز وجل أننا سنخطئ وأننا سنذنب فلم يخلقنا الله عز وجل كالملائكة، وإنما خلقنا بشرا نصيب ونخطئ ونقع في الذنب، لكن يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أنه يتوب ويرجع إليه إن أخطأ ووقع في الذنب. يبقى دي صفة من صفات الله تعالى أنبئها له عز وجل على ما يليق بكمال الله وبجلاله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا الحديث في إثبات صفة الضحك لله تعالى. يضحك ربنا سبحانه وتعالى، أن يثبت صفة الضحك مع اعتقاد التنزيل وأنه ليس كمثله شيء وسميع بصير، وأن ضحك ربنا تعالى ليس كضحكنا، وإنما ضحكه على ما يليق بكمال وجلال، وضحكنا على ما يليق بحالنا من ضعف وعجز. يقول: في بعض النسخ يدخلان، هي صحيحة، لأن
كلا يجوز فيه خبرية سواء كان فعلا أو اسما مراعاة اللفظ والمعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف الفرسين كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما، يعني وقع حرب، وقع نزاع، فقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة، وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك، فتزول تلك العداوة، لأن أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر، فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل الجنة. ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما. ازاي كلاهما يدخلان الجنة؟ ان واحد مؤمن والثاني كافر، يقتل الكافر المؤمن فيدخل الجنة شهيدا، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم فيقتل فدخل ايه؟ الجنة. كلاهما دخل الجنة، يبقى يضحك ربنا لذلك سبحانه وتعالى، وهذه أيضا صفة فعل في حق الله سبحانه وتعالى، فهذا ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا يجوز أن نقول إن لله فما أو أسنانا أو ما أشبه ذلك، ولكن نثبت الضحك بالله سبحانه وتعالى على وجه يليق به جل وعلا. فإذا قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق، يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق، يعني المخلوق بيضحك إذا هنا في تماثل؟ لا طبعا، زي ما قلنا ليس كمثله شيء. فالجواب لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. من جهة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحيه، لأنه من أمور الغيب ليس من الأمور الإجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله عز وجل على ذلك أو لا يقره، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر رضي وضحك، والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، هكذا قال أهل التعطيل الذين ينفون صفات ربنا تعالى. الجواب أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فما أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ إيه أدراكم؟ إيه الدليل عندكم من الكتاب أو من السنة؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم الذنوب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من وجهين، الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، عشان اصرف النص عن ظاهره لازم دليل، لازم دليل. الثاني اثبتتم له معنى خلاف الظاهر ايضا بلا علم. ثم نقول لهم الاراده، اذا قلتم انها ثابته لله عز وجل فانه تنتقد قاعدتكم. ليه؟ لان الانسان له اراده، هم عشان يهربوا من التشبيه فقالوا ان المقصود به اراده الثواب،
طيب ما الإنسان لك راضي، فعندئذ وقعتم فيما تريدون الفرار منه، هو التمثيل، أن إرادة الله تنافي إرادة المخلوق، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نسمي مشيئة. فالإنسان إرادة، بل للجدار إرادة، صحيح أصل الكلام الحقيقة، كما قال سبحانه وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات، وإما أن تثبتوا لله تعالى ما أثبته نفسه، خلاص كده، أو أثبتوا ما أثبت الله نفسه، فتثبتوا كل الصفات على ما يليق بكماله وجلاله، وإن كان المخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة، يعني ده نظيره في الاسم فقط، سمع، بصر، اسم فقط، نظير في السمع في الاسم. الفائدة المسلكية في إثبات صفة الضحك لله تعالى وصفة فعل النفع على قبل المشيئة وحق إذا شاء، هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير سبحانه وتعالى. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدن من رب يضحك خيرا، لن نعدن من رب يضحك خيرا. هذا الحديث اللي هو الذي ذكره شيخنا، ده حديث ضعيف جدا، لن نعدن من رب يضحك خيرا، ده صحيح. يعني تعالى كده، الانسان عبوس وانسان ضحوك، عند من ترجو الخير، وعند من يلتصق الناس به، مين؟ الناس بتقول لو واحد عبوس الناس تروح تتكلم معاه، حد يقرب منه، مش حد يقول له ابتعد عنه، انما الناس تقترب من من؟ من الانسان السهل الذي اخلاقه سهله، والذي هو يضحك ويبتسم ويكون قريبا من الناس، لينا لينا. وهذا وصف كل مؤمن، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار كل سهل هين لين. اذا علمنا ذلك انفتح لنا الامل في كل خير، لان هناك فرقا بين انسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا، وبين انسان يضحك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بشري كثير التبسم عليه الصلاه والسلام، وتبسمك في وجهك صدقه، كما جاء عن صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا ان شاء الله، ونجيب على الاسئله.